السلام هدف إلي هدف جول رائع ممتاز يا سلام من قلت الرائع الجميل في الدقيقة السادسة من المرحلة الثانية من الوقت الإضافي وحامت الكرة حول الحمى ويسجل أبناء الفريق الجزائري هدفهم الثالث بالإرادة بالحزم بالقوة يأتي الانتصار رغم التحيز الفاضح اللي كنا شاهدناه من الحكم الإسباني بن قادة يأتي بالهدف نزيد نشوفه يا سلام لو يزيد يعاود الأخ الفني الرائع حتى أتمعن فيه كثيرا بن قادة لأن فيه من يقول من قال المهم أن اللعب جماعي بن قادة يسجل هدف في الدقيقة 111 8 دقائق فقط تفصلنا عن هذه المقابلة الرائعة اللي خذها الفريق الجزائري يوالي سلسلة انتصاراته في هذه الدورة التاريخية من ألعاب البحر الأبيض المتوسط في هذه الدورة حتى يحطم الرقم القياسي إن شاء الله لكل الدورات بالنسبة لكرة القدم وأترك اللاعبين يا لها من روعة ومن مقابلة ستبقى تاريخية لهذا الفريق الناشئ تنطلق ليه رابط احسنت رابط ينطلق على اليسار رابط ينطلق باحثا عن واحد من رفاقه احذر من التسلل رائع الحارس الفرنسي اورلانديني بعد الهربة الموفقة متاع رابط فرنانديز كوج ضربة مرمى لصالح الفريق 6 دقائق تفصلنا عن نهاية المقابلة ويعلن ميدالية ذهبية للفريق الجزائري يا لها من الفرحة يا له من انتصار رائع باهر وجميل وكل العبارات قليلة من هذه الفرحة الشعبية الرائعة ويحق للجمهور الرياضي ان يفرح وان يتوج بهذه الميدالية التي اظهرت العمل الجاد والجبار شهر ونصف فقط يؤديه المدرب راشيد مخلوفي وسكان ورويع عمار ومرافقوه من ابناء الخدوة الوطنية الذين حققوا ما عجز عنه الاخرون يا لها من فرحة 3 أهداف مقابل 2 لصالح الفريق الجزائري رغم المعاناة اللي عناها ورغم التحيز من الحكم الإسباني وننتصر ونعود